السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. معكم أخوكم ستان قحطاني من موقع التقني بلا حدود. اليوم عندنا استعراض للهاتف المحمول لينوفو اس 90، الهاتف اللي يشبه بشكل كبير جدا ما هو موجود في الايفون 6 او الايفون 6 بلس، حتى بنفس الالوان ومزيج الالوان موجوده على الاس 90 لكن بنظام الاندرويد. ناس ممكن تحب هذا الشيء. طيب عموما الهاتف المحمول ياتي بجوده تصنيع عاليه من المعدن، فبالتالي ما راح احسك انه بجوده رخيصه. طبقة الحماية المعروفة أيضا باسم الغوريلا جلاس الجيل الثالث. المعالج عندك هنا سناب دراجون اللي هو كوالكوم من شركة كوالكوم 410، 64 بت رباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز، وبنظام الأندرويد النسخة الخامسة أو عفوا نظام الأندرويد ب 4.4 المعروف باسم الكتكات. لكن الشاشة عندك هنا شاشة 5 إنش بتقنية السوبر أومليد بدقة 720 بي، شاشة مش بطالة وخاصة مستوى عمق الألوان قاعد يظهر بالشكل المطلوب. الكاميرا أيضا من ناحية الكاميرا فالهاتف يأتي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية لمحبين السيلفي 5 ميجا بكسل بمستشعر PSI. وأخيرا وليس آخرا الهاتف يأتي بشريحتين أو بشريحة تدعم شبكات الجيل الرابع. الهاتف تصميمه يعني تقدر تقول انه هو الايفون 6، لكن في بعض الاختلافات مثل الازرار الخاصه بالتحكم بالنظام موجوده في الجهه السفليه. فما ادري ايش رايكم انتم في هذه الفكره، هل هذه فكره كويسه ام لا؟ اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.